وللحديث عن الاحتجاجات الشعبية في إيران ودخولها الأسبوع الثالث والقمع الحكومي الموجه ضدها، معنا من ريجينيا المختص بالشأن الإيراني السيد طاهر الأحوازي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. ماذا يعني استمرار التظاهرات في العديد من المدن الإيرانية للأسبوع الثالث على التوالي؟ طبعا بالنسبة الثورة اليوم ونعتها ليس نحن كمتابعين بل حتى المتظاهرين في شوارع عموم جغرافية إيران السياسية، هذه علينا أن نحترف جميعا كمراقبين ومتابعين أن هي ثورة تتجه لإسقاط النظام وإسقاط شرعيته بعد أن أصبحت الهتافات كلها في جغرافية ما تسمى إيران تنادي بإسقاط النظام وحرق صور المرشد ما يسمونه خامنئي وأيضا رموز هذه الدولة. اليوم الظروف تتجه وأصبحت اليوم كثير من الملامح الذي حصل عام 79 وإسقاط بيت البهلوي آنذاك والمجيء بثورة الشعوب الذي صرخها خميني آنذاك. حقيقة الشعوب اليوم كلها منتفضة وسقطت شرعية هذا النظام بعد أن نرى الكبير والصغير في هذه الجغرافيا ينادي بإسقاط النظام حقيقة الطاغي. نعم. الذي حرق الأرض وقتل المواطنين. نعم استاذ، لكن النظام حتى الآن يصف التظاهرات بأنها مدفوعة ويصر على أن روايات قتل المتظاهرين والعنف هي روايات كاذبة، ما حقيقة ما يجري الآن منذ عدة أسابيع؟ هذا حقيقة يعني المتابعين يعلمون دائما النظام يتحجج بهذا الشيء وهذه التهم لربط الانتفاضات والثورات إن كان في أراضي الشعوب الغير فارسية، ودائما نحن الأحوازيين ولحد الآن كثير من أبناء شعبنا يعني هذه التهم الواهية على هد البهلوي كان يتهمنا بالناصريين وبعدها أجى الخميني واتهمنا بالبحثيين واتهمونا بالسلفية وغيرها، ولكن حقيقة هذه التهم هي تهم كاذبة. النظام أساسا هو عاجز، إذا كان هذه الجماهير الخارجة اليوم بأكثر من 150 مدينة وتعد بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف كلها تساق وتسيس من أطراف خارجية عربية أو أوروبية أو غربية، حقيقة أين شرعية النظام على هذا الحديث؟ فهذا حقيقة تهم، وهي تهم النظام يريد أن يقنع بها أطراف معينة وهم أتباعه وحقيقة يعني الميليشيات لديه. فهذه الشعارات استخدموها الميليشيات في العراق في سوريا وغيرها وهي كلها كذب حقيقة. الشعوب ضاقت بها الحياة، الشعوب ضاقت بها الحياة من السياسة الإجرامية الذي يقوم بها النظام. الثروات تنهب وتصرف للإرهاب والتوسع والجريمة حقيقة، ونرى نحن حسابات الخاصة لقيادات النظام من خامنئي نفسه إلى الأخير، والناس والمواطنين في هذه الجغرافيا لا تحصل لديهم لقمة عيش. فهذه حقيقة بمناسبة بذكرك لهذه القيادات، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يقول إن بلاده لا تريد تغيير نظام الحكم في طهران بل تريد حكومة تحترم شعبها، ما رأيك في هذا التصريح؟ وهذا لا ليس موجود حقيقة، وهذا الأخير من حديث المسؤول الأمريكي وهذا ليس موجود. فإذا كان النظام يعني يحترم حقوق الشعوب يحترم حياة الشعوب، هذا أتصور دليل واضح هو الأمريكان وغير الأمريكان يريدون النظام أن يغير بأسلوبه، ولكن هذه حقيقة
بعيدة عن هذا النظام، أن النظام عايش على الحروب وعايش على التدخل وعايش على الإرهاب. طبعا اليوم هناك كثير من هذه الأصوات والقرارات. طبعا اليوم بالذات يعني خرجت مساعدة وزير خارجية الكندية واعتبرت يعني الحرس الثوري إرهابي، وكل أمواله حقيقة هي على خلفية نهب الثروات. هذا النظام أستاذنا الكريم يريد قرارات صارمة، يريد قرارات صارمة وعلى الأرض من أجل أن يقف هذه الجرائم والمذابح الذي نراها يعني تحصل، إن كان في جغرافية ما تسمى إيران وحتى على أيدي ميليشياتها في أقطارنا العربية التي أصبحت محتلة. النظام نظام إرهابي مطلوب من الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة والدول صاحبة القرار الخمس أن تكون قرارات تنفذ على الأرض من أجل تردح هذا النظام حد الأقل بالنسبة لحقوق الشعوب الرازحة تحت سيطرة ومطرقة هذا النظام الإرهابي. وهذا يحيينا للسؤال التالي عن فرص نجاح هذا الحراك في إيران في ظل إعلان نظام طهران أن العقوبات لا تؤثر به، وذلك مع إعلان كندا وأمريكا مجموعة من العقوبات وإعادة التأكيد أن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية. أنا لابد أن أضيف لمشاهديكم بالنسبة للتجربة التي عشتها وعاشتها أبناء الشعوب عام 79، الشاه أتى بالدبابات بالشوارع. يعني لدينا نحن في الأحواز في مدينة في العاصمة في حي النهضة دخلت الدبابات في ساحات المدينة في ساحات الحي، ولكن الشعوب بتضافرها باستمرارها واستمرت لعدة أسابيع أجبر النظام غادت أن تهرب، وسقط النظام وغير خلال أشهر قليلة أكثر من وزير ورئيس وزراء، وبالنهاية انتهى مفعول النظام على أيدي الشعوب. وهذا أتصور الحالة اليوم. المطلوب الآن الشعوب داخل جغرافية ما تسمى إيران كلها توحد جهودها لإسقاط هذه الدكتاتورية و يعني انهاء هذا النظام. وايضا من خلال قناتكم الموقره اطلب من اخوتنا وشقائنا العرب الذي اراضيهم محتله ان كان في العراق الشقيق، يعني اوطانهم قراراتهم السياسيه قراراتهم الوطنيه، يعني العراق الشقيق سوريا لبنان اليمن وايضا الدول المتضرره مثل دولنا الخليج ان تقف الى جانب هذه الثوره من اجل قطع شريان إرهاب هذه الدولة ومساعدة النظام اليوم الذي هو حقيقة بأضعف حاله خلال 43 عام. اليوم النظام هناك أصبحت انشقاقات، هناك أصبحت الجماهير من الطلبة والجامعات وحتى تلاميذ المدارس دخلوا في هذه الثورة. فالمطلوب من الجميع يعني أحرار العالم أن يقفوا مع هذه الثورة من أجل إنهاء هذا النظام الدكتاتوري حقيقة الذي عبث بالمنطقة والعالم الويلات، ونشاهد أنه له إرهابه اليوم امتد حتى لأوروبا الشرقية وطائراته تقتل بالشعب الأوكراني وغيره. من ريجينيا المختص بالشأن الإيراني طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.